صبحت هذا اليوم على الساعة التاسعة بطلب ثاني للصلاح مؤقت وطلب جديد بعدما تم رفض الطلب الأول يوم الجمعة. تقدمنا بطلب ثاني والمادة تقدمنا به في إطار المادة 180 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يمكن للطرف أن يقدم طلب تحقيق طلب الصلاح المؤقت في أي وقت وحين. واستندنا على مبررات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، الفصل 23 من الدستور المغربي، الفصل 119 من الدستور المغربي، المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية. هذه مقتضيات دستورية ودولية تؤكد قرينة البراءة وتؤكد أن الأصل هو الحرية وأن الاعتقال مجرد استثناء. وسنة في هذه الاعتبارات القانونية والدستورية والدولية كاين هناك اعتبارات اجتماعية، الأمر يتعلق بامرأة لها مرضعة ذات 7 شهور أو 8 شهور. وأكدنا للمحكمة أننا نحن أمام ملف في عمقه ملف اجتماعي أسري ما كفيهش الريحة الجنائي للأسف. وأكدنا المحكمة أن الشكاية مختلقة كيدية ليس إلا تهدف فقط إلى إقبار ملف ديال ثبوت النسب. وأكدنا المحكمة أن دعوى ثبوت النسب رفعت في شهر 9 اليوم 4 أو 5 شهور، والاجتهاد القضائي لا المحاكم موضوع لا محكمة النقد كتقول حينما نكون أمام زواج وأمام علاقة بين شخصين في تحت سقف واحد يتعاشران معاشرة الأزواج، يكتري لها شقة، يؤدي واجبة الكلاء، يؤدي واجب نفقة، تمخذ عن ذلك الولادة طفلة، هذه كلها تبين أننا نحن أمام زواج، وحينما كيتبت الزواج تصبح جريمة الخيانة الزوجية كأن لم تكن. وفيما يتعلق بالتشهير أكدنا المحكمة موكلتنا لم تشهر بالمعني بالأمر أو المعنية، موكلتنا مارست حقها، قالت لهم إلا ما درتوش معايا حل غندعيكم أمام المحكمة. والتهديد بالمطالبة القضائية ليس تهديد. فيما يتعلق بنشر الصور، موكلة ديالنا ما نشرت صورة، من نشر الصور هو الطرف الآخر. وأكدنا المحكمة نترافع في هذا الملف ضد زميل إقرارا بحقه في الدفاع كحق دستوري ودولي. احنا كمحامين نطالب باحتكار المهنة، ولكن كيف تطالب باحتكار المهنة وبعض الأطراف ما كتبغيش تنوب ضد المحامين أو ضد القضاة أو غير؟ تنأكدوا وكما أكدني السيد ناقيب الهيئة البيضاء حق الدفاع حق دستوري، وكما كاين في القضاء تنتكلموا على القاضي الطبيعي، راه أي مواطن يجب أن يكون عنده محامي. وتبع هذا الدفاع في الاخلاقيات المهنيه، حنا ما دنسنا بدله، ما شهرنا بالناس، حنا نمارس حقنا بالدفاع بكل مسؤوليه وضمير وثقه. المحكمه قدمنا طلب صلاح مؤقت، فريق الدفاع قدم طلب صلاح مؤقت، المحكمه قررت التامل فيه في اخر الجلسه. ننتظر التامل، وكلنا على يقين ان المحكمه غتنصفنا، وكيفما كان القرار إذا كان في صالحنا سنصفق له، إذا لم يكن في صالحنا سنمارس بشكل طرق. الأساسي نحن نحترم العدالة وكنحترموا وبين المحكمة نحن أمام حقوق الطفل. راه الطفل رضيع تحرم على الفطام الإجباري للمرأة مسكينة دابا مريضة. ما كيفاش غترد على الإبن ديالها؟ الإبنة ديالها كتصيح وكتغوت وأماه. فطام قصري إجباري فرض عليها فرضا على وقائع لا تستحق أن تكون موضوع شكاية أو موضوع ملف جنائي. الملف الأساس هو ملف إثبات النسب، وفي المحكمة كانت عندنا الصباحية ملف إثبات النسب، المحكمة قررت التأخير ديالو لجلسة 10/2/2020، ربما هذه الجلسة الثانية أو الثالثة. توصل المعني بالأمر لم يحضر وحضر دفاعه ممثلا بدفاعه.